تتواصل منافسات بطولة وزارة الداخلية تشالنجر للتنس والتي تقام على ملاعب نادي ضباط الأمن العام بالقضيبية تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الرياضي للأمن العام. وشهدت منافسات اليوم الثالث من البطولة تنافسا كبيرا بين اللاعبين في دور الـ32، حيث شهدت خروج المصنف الأول في البطولة الأسترالي كريستوفر أوكونيل بعد خسارته أمام البريطاني بيلي هاريس بنتيجة 6-7 وانسحاب الأسترالي من المباراة بداعي الإصابة. هذه دليل بأن في انفتاح كبير، في دعم كبير. احنا نتمنى أن تكون قاعدة موهوبين كبيرة نشوف فيها الأشبال والشباب يأخذون أو مكانهم، بعدين نشوف هل يعني هالمستوى من لاعبين نادي ضباط الأمن أخذ مكانة كبيرة. هذه البطولة الثالثة، وأنا متأكد جدا أن 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 يعني الانطلاقة اللي ماشي فيه البحرين ما بين الثلاث أفرع أو الثلاث روافد راح تجيب الخير حق البحرين. الله يوفقهم، هذه بلادنا خيراتها كثيرة، الله يوفق الجميع. طبعا أبدأ بتهنئة معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية والنادي الضباط على تنظيم هذه البطولة الرائعة. حضور متميز مثل ما تشوفون، أعداد كبيرة تحضر المباراة هذه، وهذه نجاح كبير للعبة التنس. لحد الآن في 2 بحرينيين تأهلوا للعب في هذه البطولة، وهذا شيء يسعدنا جدا. طبعا كل اللاعبين كلهم مستويات اعلى، هذه طبعا ثالث بطوله تشالنجر تنظمها الوزاره، فهذا يؤكد ان في قاعده ترتقي حتى مستويات الابطال واللاعبين مستويات عاليه، فان شاء الله تستمر هذه البطوله وتكون من انشطه التنس الكبيره في البحرين.